وهنا غادي نشارك معكم فطوري ساهل ماهل دغيا دغيا وجدته. هنا كما كتلاحظوا انا الحوت غادي نغسلو من نخلي واحد الكميه اللي واحد 10 الحبات ولا 11 الحبه، المهم على حسب عدد الافراد العائله. انا خليتهم صاينين غير غسلتهم شللتهم بالماء وخليتهم واحد هنايا واحد 400 غرام اولا 300 غرام تاع الحوت اللي حيدت لها السلسول ديالها وحيدت لي هذاك الشوك اللي كيكون في الجناب والشوك اللي كيكون في الوسط باش ملي يطحنوا ما يبقاش فيه داك الشوك. وهنايا ندوز خليته كيستقطر داك الحوت وغادي ندوز هنايا غادي نطحن واحد جوج مطيشات حيدت لهم الزريعه ديالهم كنخليهم بهم بالقشور كنعصرهم ديك الزريعه كنحيدها منهم. غادي نضيف لهم واحد القبطه نتاع القزبر اللي غادي نشدها غادي نقسمها على جوج، النص غادي نديرو في الكفته والنص غادي نديرو في لاصوص. وغادي نضيف واحد 4 دريسات نتاع الثومه حتى هما، غادي نطحن كلشي مزيان مزيان. الا ما عندكمش الهشوار يمكن لكم ديروه في الخلاط الكهربائي. صافي حطيت ديك مطيشه اللي طحنتها درتها في الطاجين وهاد الخلاط الكهربائي رديت فيه داك الحوت اللي نقيته مع واحد جوج دريسات تاع الثومه وداك شويه نتاع الربع، وكنبقى كنضيف العطريه. هنا كنقسمها على جوج اللي كنديروه في الطاجين كنديروه في الهشوار مع على حسب الحوت باش حتى هو يجينا بنين. درت هنايا شويه الملحه فيهم بجوج، درت التحميره معلقه صغيره قسمتها عليهم بجوج، معلقه صغيره نتاع الكمون قسمتها عليهم بجوج، معلقه صغيره نتاع سكينجبير قسمتها عليهم بجوج، وواحد نص معلقه نتاع الابزار حيتاش كيحرر الابزار قسمتها عليهم بجوج، درت نص معلقه كافيه. درت واحد المعلقه صغيره نتاع الخرقوم قسمتها عليهم بجوج، وزيت الزيتون كنضيفها لهذا الطاجين هذا باش كيجي بنين. الا ما كانتش عندكم ديروا غير الزيت الروميه كافيه اولا الزيت مخلطه اللي عجبكم. صافي هنا في الاخر درت واحد المعلقه صغيره نتاع العطريه نتاع الحوت، ديروا نتاع البسطيله اولا نتاع الحوت اللي عجبكم، انا درت هنا نتاع البسطيله كتجي بنينه بزاف. صافي وطحنت كلشي هنايا، انا كما لاحظتوا راني درت نص معلقه في نص معلقه، هي معلقه صغيره. صافي رديت هاد لاصوص هادي كطيب حتى كتبدا كيدخلها الطياب، يعني كتبدا كتشرب داك الماء ديالها عادي نبدا كنضيف ليها ديك الكويته. وهنا اول حاجه درت ليها بعدا ضروري ما كدير واحد المعلقه صغيره نتاع مطيشه الحك، انا كانت عندي القرعه هنا خاويه شللتها وكبيتها هنايا في الطاجين خليته كيطيب. منين كيبدا كيتشرب باش كيجينا هاد الطاجين تاع الحوت بنين، منين كيبدا كيتشرب هاد المطيشه هادي عاد كنضيف ليها دوك الكويرات نتاع الحوت. وضفت ليها هنا واحد الدوائر نتاع الفلفله، انا عندي هنا ديك الفلفله الحمراء، ضفت ليها الزيتون ورقه الرند اولا ورقه سيدنا موسى، واحد جوج عروشه جوج دراجات نتاع الحامض، وغطيت عليه وخليته كيطيب على نار مهيله. راه دغيا دغيا كيوجد ربع ساعه غادي يكون موجود الحوت دغيا دغيا كيطيب. وهنا غادي ندوز معكم باش نوجد معكم الوجبه الاخرى اللي درت فيها انا بيتزا. درت هنايا واحد البصله اللي شديتها شلطتها، درت ديك الفلفله اللي كانت باقيه لي درت منها كانت عندي النص الربع درته في الطاجين مع الحوت، والربع شديته قطعته مع البصله. غادي نضيف ليها هنايا درتهم في مقله، غادي نضيف شويه الملحه وشويه الزيت، انا كنخدم هنايا بالزيت الرومي بالزيت البلديه، ديروا نتوما غير الزيت الروميه الا ما عندكمش زيت البلديه. وكنبقى كنخلط في ديك البصيله هي وديك الفليفله حتى كيطيحوا. والطاجين هذا هو وريته لكم كيطيب على نار مهيله وجايه المريقه ديالو خاتمه وزوينه. صافي هنايا ضفت انايا كان عندي باقي لي واحد شويه هنا غير الاخر نتاع السيمانه، كان باقي لي شويه نتاع الكفته نتاع لاداند وباقي لي شويه الكفته نتاع اللحم البقري حتى هي ضفتها، خلطتهم مع بعضياتهم كيجي بحال هكا كيجي هكا ميكس كيجي زوين بزاف. صافي حتى كنشحرهم مزيان حتى الاخر، عاد كنبقى كنضيف العطريه ملي كيدخل هذا الشيء الطياب كنقرب نطفي عليه عاد كنضيف العطريه باش ما كتحرقش ليا وكتبقى عاطيه البنه ديالها. درت شويه الملحه شويه التحميره شويه الخرقوم شويه سكينجبير شويه الكمون وشويه الابزار. صافي وكنبقى كنخلط داك الشيء حتى كيطيب وكنطفي عليه. هنا انا كانت عندي لاصوص موجوده ديما كنوجدها بكميه كثيره وكنحطها في الكونجيلاتور بحال هكا منين كنحتاجها كنلقاها موجوده، خصوصا بحال هكا في رمضان شي مرات كنكونوا مزروبين على الفطور يعني كنوصلوا حتى لاخر لحظه كتكون انا عندي لاباط موجوده كتكون عندي لاصوص موجوده، يعني كنبقى كندير غير الحشوه كنعمرها. صافي هذه هي الحشوه، انا درت هنايا جوج بيتزات وضروري ما كندير هذه المرحله هذه كندير الفرماج من التحت وندير الحشوه من الفوق وعاود الفرماج من الفوق باش هكا ملي كتكون ان هذه الحشوه غليظه نتاع اللحم ما كتبقاش طيح لينا من فوق البيتزا، حنا كنهزوا البيتزا وهي الحشوه كطيح داك الفرماج كيخلي ان ديك الحشوه كتشد في البيتزا مزيان. صافي وهنا داك الحوت اللي كنت خليته على جنب كما كتلاحظوا درته درت عليه الملحه تبقى ربع ساعه المغرب باش هكا نحطوه سخون، راكم عارفين السردين مشوي خاصو يتكال سخون ماشي يتكال بارد. صافي جا زوين بزاف بزاف، وهذا هو فطوري، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. المهم هذه اقتراحات بغيت نقترحها عليكم حتى رحنا عارفين كاملين كنتلفوا الفطور. نخليكم في امان الله.